بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. لباسي تعريف اسم إشارة ليبوينة و بيرمتي خوا دينا سرباسي تعريف مرسل إليه با الفلام. خبما نعلم الفلامي تعريف خطيبي قزويني رحمة إخوائي اللي بأفرمي وباللام للإشارة إلى معهود أو إلى نفس الحقيقة. أجر مستدو إليه معرف يبقى الفلام رنجل لبرا وبيتو حسبكي أما شبكي بو اشتيكي معهود. معهود يعني اشتيكتو على قول قليا هيا وقبلي بيماني لبين تانا هيا وقبلي جوال الناسين يقلبني واندا هيا وقبلي بيشتر بيك جيشتينيك هيا لو نيواندا تو اوشتا. معهود يعني او جالر للإشارة إلى معهود يعني للإشارة إلى بواظلم شيء معين. أوا أجر مرسل إليه معرف كيف الفلام أتوي بيجي أمشتا شتيكي معينة بلاي منه جاءوي كاليرا خطيب قزويني الرحمة إخوائي لبئي وباسيكا إيه بفرمي أساسي باسك لباسي الفلامي تعريفة دو باس أساسي باسك أجنا دواتر أقر بشي تسلق باسكان أبي بحو باس أبي بششو أبي بحوت باسي يكميان أميكا الفلام كشتو سرشتيك يعني أوشتا معلومة معلومة يكي باوابلم خارجية معهود يكي خارجي وكوالين جاكتولي معلومة يكي خارجية رنجا معلومة يكي خارجي صريح بي براشكاوي بو جاكا بيشتر خوي وباس كدو هر أمو شاك إيسا إيلي الفلام كخصو تسري هر بيشتر نفسي وشاك بيشتر باس كدو توكو خوي يسهر أو عند فرقة كي ألف لامك قصوت السليم طه رونا أو جورك إلى جورك أني أحدي خاليش يا رن قبليم نو والله اشتكوا راسي بيشتر باس كردو أنك بلان صراحتنا صراحتنا بكينا يا باس كردو سأيتك يعني نو الحمد لله هم باسي صراحتك يتي هم باسي كنا يا كشيت ياي بلى نموني بهدو باسك ياي يعني ألف لام أشي تسرشتيك فيشتر باسي كدوة بلان بصراحتنا بصراحتنا يعني شي يعني نفسي أو شك يسأل فلان مكو خصو تسري أو تباسنا كدوة أو هو شا بلان مشتيك باس كدوة أو شا قيني معنى أو شا قيني حسبك بكينا يا باسي كدوة يا جاري واها يا الفلان أخي تسرشتيك معهود مسألة أولية وبلي والله فيشتر باسم كدوة بصراحت يا بكينا يا بس مسألة أولية كا معلومة للايك أبري مخاطب كتشيه معلومة أنا بلي بيشتر باسم كردوا نبخوا مثلا تو ألي مثلا بهر بسادي بلين جاءني المحافظ جاءني المحافظ إديار معهودك يا محافظتي جاءني القائم قامو جاءني مدير الناحية المدير مثلا جاءني المدير مدير مكتب مثلا جاءني الخطيب مثلا يكس إلى شوينك خطيب هر أوي يكس إلى شوينك مدير هر أوي يكس إلى شوينك قائم قامة يكس إلى شوينك محافظ يكس إلى شوينك أمير ورئيس في يسنا قبل يبيشتر باسم كردو ويسا إتر بصراحة يابكنا بوي يسا الفلامة خمس سنين في يسنا ما دم معهود ومعلومة لاي كسي برامبر مخاطب أو شبش يوكاتو بلي با الفلام خمس سريقيناك هل أون ده أنا بلي إلا أبي بيشتر مرجعك باسكرا بينا والله
بيشر أمريكا إسرائيل نك مرج بيشتر أمريكا إسرائيل فلان ما كان خيت سري باس كرابينا والله نبى صراحة نبي كنايا قبل باس إيش نكرابي بس معلوم بلاي كسي مخاطب توهر بقى أتاني بقى الفلامي عهدي الفلام خيت سري بيجي بقى معرفة أيش هم يهر خارجي طب ما هو تسر شيء ما هو تسر لامي حقيقة أو يك لخالد وما باس يكا وباللام للإشارة إلى معهود أو إلى نفس الحقيقة يا با ألف لام إشارة أكريب ولا حقيقة تجري لنفسك بقري لنفسك بقري ألف لام أقرب شيء تسأل حقيقات بوخوي سيجوري هي بلام جوري سيم أكريب دوبشو بنتيجة ببتشوار أو ألف لام كأشي تسأل معرفة ألف لام ك سيرك هر مقصد في عين حقيقة معنى ألف لام ك يا معنى عام كلية كلنا جاهي هل أو معنى خوي شيء مقصد في أوي أو في لامي حقيقة يا أخو معنى لين لامي جنس لامي جنس استولى الرجل خو مقصد في أوي كديالي كراونية خو مقصد شو توايب يا وكانية مقصدي معناه في عواتية جنسي معناه في عواتي أو ألف لام كأوات وسر وشيك ومقصدي أعوبو في ألف لام جنس يا ألف لام حقيقة نفسي حقيقتك يعني من حيث هي هر خوي حقيقتك قطع نظر لباسي تحقق لازمني فرديك يا لازمني توايب فردك يعني أو بس أنا اللي قري هر خوي أصلي مفهومك أو في ألف لام جنس بلام أجر مقصدي في أي أصي حقتك خوي نبو بلكو حقيقتك متحقق لازمني فرديك أعوى أو شهر دوب على لا الفلامك باسي حقيقتي تيايا بس أو جار حقيقتك من حيث هي نية باشا من حيث تحقق لازمني فرديك غير معين أما بيالين الفلام أهلي ذهني أعمى جواز لو الفلامي أحدي زينية كلا نحو أخوان دوتانا الفلامي أحدي زهني أو كلا نحو أخوان دوتانا غيري أمي شكما ديارة باسي حقيقته وكو تنبيتان باسك باسي حقيقته بس حقيقتك من حيث هي نية هل أو أنده من حيث تحقق لازم نفردك غير معين رونا مثلا تقول الرجل بلا مقصدي تي حقيقتك بيبقى متحققي لازمني بيعيك بس بيعيك كي ايه لو بقري لو خالب قري نعم دعي باس يكين بجورك لجورك انا ملا نكيرا نزيك دعي باس يكين كشون كوت نكيرا هر خوي بو خوي فرديك غير معينة فرديك بس ام الف لامك اشي تسر ام حقيقتها مقصدي بيه حقيقتك هي بشرط تحقق لازمني فرديك اوا لير باسي حقتك هي لير باسي فردك هي جوازي كان هي بلا مو كنا كي روايه بالفعل راس خالي جوري سي يمي ام الفلامي حقيقتها او هيك تو باسي حقيقتك كي بلا او جار انك وكو خوي ايش دوباره بلكو وكو تحقق لازمني تواوي افرادك انيا يس ان الانسان لفي خسر بس كان بس إنسانيته بلام بشرتي تحقق لازمني تواوي أفراد كانيا أنا في لين الفلام استغراق أعم جوري هل بس كان بس إنسانيتنيا بلام إنسانيتك لازمني تواوي أفراد كانها بيا نج إنسانيتك لازمني فردك غير معين بيوكو الفلام كيف يشو تواوا أما أنا في لين الفلام استغراق جام استغراقة يا استغراقي حقيقية يا استغراقي عرفية آلية أبي بدوان كبو بدوان سيدك بنتيجة مجموعي الفلا مكاني أنباسة أبن بحوباس مجموعي الفلا مكاني أنباسة أبن بحوباس لا تشوي باسي عهدا رنقة بصراحة بيش المعرفة الفلا مكباس كرابي يسا باسي يكيتو الفلا ميخيت السري رنقة بصراحة باس نكرابي بكناية باس كرابي يسا الفلا ميخيت السري رنقة نبا صراحة نبا كناية باس نكرابي بس معلوم بيانا لاي مخاطبك يسا الفلا ميخيت السري أو هل لباسي عهد أبو بسي الفلام لباسي حقيقتي شا
رنگه هر حق مدخوله که خوی مدخولی الفلامه که مقصدی به حقیقته که بیه قطعا نظر ده تحقق لازمی افراد و امجورشتانه او شفیه اوتی الفلامی جنسی الفلامی حقیقت یا مقصدی به حقیقته که بلان بشرطی تحقق لازمی فرده که غیر معین او جوری دوان پی الان احدی زینی یا مقصدی به حقیقته که بلان بشرطی تحقق لازمی توابی افراد کانی او پی الان الفلامی استغراق جاء أو استغراق يا استغراق حقيقي يا استغراق عرفية أو ببه حودانة بتفصيلة نسأل بعسانة يا كبا يا كأي قرنو والمنشأ نسأل يعني نوا بس بختي بعسك ليرة هر أون ديا مقصر مليرة يبغن كالي وباللام للإشارة إلى معهود أو إلى الحقيقة تابزانك أم معهودة شن بعسيلة جرا جيبتوا وحقيقتك شن بعسيلة جرا جيبتوا أجينا بتفصيلة نسأل خارجي كبيرة لبسيتيا كذلك بعهدي خارجي يسا إخواني هل نمونا إنه ولا سري نبسيتيا وخارجي حتى زيني جدريتا حضوري جدريتا يسا قصيقين لسري بتفصيل يسا قصيقين لسري بتفصيل للإشارة إلى معهود جاري خوي معهود يعني چي معهودين يعني معلومين يعني اشتكتو علاقيك هي لقلي اشتكتو رنجا بولن بجورك لجورك عن جيشتون بيك لقل أو باصة معهودة للات معلومة للات أهدو بيمانك لقل يا هيا يعني لدروة معهودي خارجي وكوتري أي إلى حصة من الحقيقة معهودة بين المتكلم والمخاطب مقصد من يبيجم فرد مقصد ما بيجم حصة مقصد من يبيجم فرد شكو دواتر إخوانين رنجا مثلا يك نفر بي رنجا دوان بي رنجا سيان بي معهودة بين المتكلم والمخاطب واحدا كان أو اثنين أو جماعة اترقرنية ليرا أم حصايا أو معهودة يكس بي يا دوان بي يا سيان بي مثلا توب يشتر باسي بيايك كردوا رجل يك رجل يسك باسي يكيتوا علي الرجل فيشتر باسي دو بيايك كردوا يسك باسي أنا كيتوا علي الرجلاني فيشتر باسي سي بيايك كردوا يسك باسي أنا كيتوا علي الرجال مثلا آوها كابي أم حصة مقصدي فردنية بل يعني فرد يعني معناي أو وش معناكي معناك اي او معنى اگر بيجري لازمني فرد يا كابي يا لازمني دوانا بي يا لازمني سيانا بي او معنى معلومه خوي راس الدرك بواب يجين معناي مدخول الفلام هل بي معلوم بي ايش قال الفلام كبي يلين الفلام تعريف اساسي باسك خوي وايا بس لبرجيا كنوي تقابلي بيني ام دباسا بمعنى الين لامي عهد بوك الين لامي حقيقه هل مسألة كأوية أنا هردك أن هرباس إلامي تعريفا رونا بس إتر بو جاكر نوي باسك عن ليكتر كاتي لقباسك عن أنتي أخن مجبورا أو تقابل دروسك لبيني دو حالتك علي ليريان لامي عهد وليريان لامي حقيقة أول باسك يا أجنا قماني تاني اللي هردك أنا هرباسي معهودية وباسي معلومية شوك باسك هر أليجي باسي لامي تعريف رونا ليرة خطيب قزويني هاتوا تكرو ملاجيان هاتوا تقريبا ترتيبي باسقي قريوا إمامي سكاكي لمفتاح العلوم أو سرتا باسلامي حقيقة وآنيكا أو جرائي أشياء تستر باسلامي أحد أم هاتوا ترتيبكي قريوا لبرشي لبرأوا وك علماء فرمون معرف لامي أحد لري معرفي لري معرفي معرفة ترى لمعرف لامي حقيقة لري معرفي أم معرفة ترى أو هل كان معرفا هيش كان من لبازني معرفيتي درناتن بلام أم معرفة ترى لأو ألا بروا أني فيش خصو أو يخصو تدوها هل كان سكاكي بوجورينا كدبو خالكي تركا بوابلين بالنرو دافعي خطيبي قزميني بو أبو أوك أنباس بخاطة فيش أو إيكا باسكي دواتر دريجة دريج ملاجيان باسك يدواتر دريجة وكو بيموتن أنباسة
سيبا سوبا كردية بريتوا باسي أويك مدخولي أم معرفة الفلامة بيشتر بصراحة باسكراوا يا بكناية باسكراوا يا هيش نبي معهودة لبيني متكلم ومخاطبة لا مخاطبة كمعلومة تواوي تلباسك أبريتوا لو زيات النية بس باسي دواتر كباسي حقيقتك يا هني دريشترا كدريشترا وتيتي أجر أو بينم باسيكم وكبيشي كبران معنوه بيتا آقاتا أبيت تاقاتا سر باسي الفلامي أهدك أنا والله بالي رزو كورتك يبو ببرموا إتر دواتر بدريشي أشينا سر دريشة كوكي أشام عندي رونا توابي اللي رأم حصة كباسي كان مقصدي شخصية ملايا مقصدي شخصية مقصدي فرق معينية شو يموتوا معنا حصك سواء كان واحدا أو اثنين أو جماعة بس حصاكين بو يتعبير شي بحصة كدواني وتوفر ديا شخصا لبرو شكا قبي وتوفر ديا شخصا ايتر بو فرد دو فردو بو سي فردو بو جماعة وانا بكار نيحد معلومي شكا الفلامي عهد لا اوان شهر باسي هي بملايا للإشارة إلى معهود أي إلى حصة من الحقيقة إلى حصة من الحقيقة يعني إلى حصة من أفراد الحقيقة شبه حقيقة قلت أنا زال انتبع عضو لتكدنوانيت يعني حقت الحقت يقال عهدت فلانا إذا أدركته أو لقيته كما ألين للإشارة إلى معهود معهود يعني شي ألين لم تعبير وريرا وتوري عهدت فلانا إذا أدركته أو لقيته جيشتون بفلانكس يعني فلانكس لقل منا بيك جيشتون معهود منا من أدركته من لقيته يعني بلاي منو معينة بوت شنكا بيشتر بيجيشتوم كما دم بيجيشتوم بلاي منو معينة أمش ليرا علي ولا أم لا ما إشارة بلاي معهوديك بو إشارة بلاي معهوديك علي وذلك اللي تقدم الذكري شو نزاني أوشت معهود ملاجيان علي اللي تقدم ذكري من بواء زانم إشارة بولاي معهود يا بواء زانم كاشتك معهود أو معينة لتقدم ذكره شكا بيشتر باسم كردوا جا بيشتر باسم كردوا چون أغي صريحا أو كناية كوابي هر مدخوليكي الفلام أغر بيشتر باسم كردبه احتمالي يبدو جور باسم كردبه يا هر بصراحة ناو بردوا يا نخير بكنا اشتيك وتوه كمعنى كي اما جينو ام جلس شوارتي واجي بيتو وكوشي ملامي وانجانو كوبيا موتي نحو وليس الذكر كالانثى وليس الذكر كالانثى يسليرا دودا نوشيك يا هل كان الف لا من لسر بلام اما يا كم جارو تو مانا لتقدم ذكره صريحا أو جاء أو كناية بلام لأصلي نمونك أصلي نمونك ما دم تازيما باسي صريحا منزول ترك الدواء أجينا سر أو شيئا كألف لامكي تقدم ذكره صريحا نكاية أجينا لنمونك أويك تقدم ذكره كناية لنمونك لبيا شوية بلام أويك تقدم ذكره صريحا للدواوية بس ما دم يمتاز باسي صريحا كمان كردوا يكسر أجينا سر باسي صريحك أي ليس الذي طلبت امرأة عمران كالتي وهبت لها أويك وليس الذكر كالأنثى أي ليس الذكر الذي طلبت امرأة عمران كالتي أي كالأنثى التي وهبت لها أو نيريني ك خيزانك عمران داواي كردبو وكو أأمي إنانيا كأسا في دراوة وكبلي أو داواي نيريني كردبو بلام إسا خواي جورا بتقديري خوي بحكمتك خوي أزاني مينيكي في داوة أم إمراتي عمرانك يا دايكي حزتي مريمي
او خوي بو خوي پیشتر فرمایش لیکی کرده بو فرمو بو چی؟ فرمو بو ربی اینی نذرت لک ما فی بطنی محررا با دیاری کراویم آیتا لسورتی آل عمران آیه إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم أو جدواتر فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى ألوشي أنثى بي لوشة والله أعلم بما وضعت أو جاء وليس الذكر كالأنثى وشيء أنثى ما لك شوية بصراحة دي بعشاء وليس الذكر كالأنثى نيرينا وكو أعمينا يا كبير داوم أعمى أعمى كبير شيء ناوم بردو أو تما أنثى يك من هي فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى كما دعلا كيبو لخزمتي إخوة فرموي يا ربي أو تأبيني من على كي من يمينا يا كتش دوايا فنو وليس الذكر كالأنثى يعني إيش معنى بشي هيا إيش معنى بوه هيا كمدخول الفلام بيشتر باس كراوة معهودة بلا إيموة شكا لتقدم ذكره صراحة يسوى شيء الأنثى بيشتر وشيء أنثى لعبارتك هل آياتك بيشتر باس كراوة أول مني صريحة فالأنثى أو أنثى يكاليرا هيا وليس الذكر كاللللل كالأنثى أو أنثايا إشارة إلى ما سبق ذكره صريحا لك في قوله تعالى قالت ربي إني وضعتها أنثى جاء وليس الذكر كالأنثى أو الفلاميكي أسش والسر أو أنثايا مسألة أو يكب يشر وشيء أنساكل بس كردوه توم الأيام بلان باقسي يبقين يسأل يرى إنسان توزيك واقعي بيه يما باسي أحوالي مسند إليه أكين باسي معرفي مسند إليه أكين بلامي عهد تخوى أم نمونا باسي أويا بوي إمامي تفتازاني أفنو اللاتي إنه ليس بمسندين إليه تولو خالة بقرر أم باسي الراس باسي مسند إليه نيا بس من مقصد مجالة تولى الفلامي عهد تيبقي بس تيبقي الفلامي عهد شونا هلي طال لو بقري أما مسلو إليه يا مسلو إليني كيف خويت يا باس بلام أكري من شتيكم هابي أتيشتر باسم كده بيه يسيش وكو مسلو إليه باسي كمو الفلامي كي أحد خمس سنين طاق نابي ها راس أم آيات أو باسانية بلام خو أبي هر أوي كتيشتر باسم كردوا يسهر وكو مسلو إليه باسي كمو طاق طاق بس الفلامي خمس سنين طاق ما أوتو شي ما توصل باسقي دوم يموت من للإشارة إلى معهودين لتقدم ذكره صريحا أو كناية بابش نصير كنايك لم آيتك إما هي نومانته وليس الذكر كالأنثى دو شمان هي معرفة الفلام يكي كأنثى كبو در كوب ومن كتقدم ذكره صراحة أو لفظة تقدم ذكره صراحة هل هو شيء أنثى كخوي بيشر باسك راوه دوان يان بريتي الذكر بزين او صراحة باس كراوة او نبخوة كوة شي معنى لباس الذكر آيتك هل لولس بيك فنو إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما أغتا لأو ما بها الأو انددو يقصي لسلك ربي إني نذرت لك ما في بطني ما في بطني محررا فتقبل مني باشا أو جعفرنا شي وليس الذكر كالأنثى الذكر باش بيشتر توشتيك وتوا بجورك لجورك كان بني ذكري لي بي ها علي أنا والله حرب صراحة وتو تذكر علي نخير أي شيء وتوا مثلا باسي ذكرية شيء كان علي والله وشي ما علي خوايا من نزرم كردوا أميك لسك ما هيا إذا أزاد به محرر بيو
إيشي هربيكي بيا لخدمتكاري أم مالتو فتقبل مني تواو إيش غير أوبي أزاد بيا مثلا بتواني بأزاد يوي شبكة كفي إسبير والله ما أفراد بو أو خدمتكاري أو إيش بأزادي ناتواني بيتا شبا حالتي طبيعي حالتي دياري كرابي خوي هي طبيعة كلقى الأصي إيش غير ناقونجي مثلا افراد لكاتي دياري كراوا هي ناتو نيتشي تمسكو اي شلون خدمه كاري مسكو تي بي اس بي ريتو اما لجان كابي باسي ام ذكرها هي بيشتر ها بالي هي بس صراحه نول بكينا تقريبا باسي بي يس الزور طبيعيه تغلي ليس الذكر كالانثى زور طبيعيه ليس الذكر يعني او ذكريك بيشتر باس كراوا بس بكينايه نك بيشتر باسكرا بصراحة شو كني معنى بصراحة يسدي على ليرا ريك نموني تعريفي مسند إليه بلامي عهد بلام تقدم ذكر المعرف كناية لا صراحة هل أولا فقط ليس الذكر الذكر اسمي ليس كالأنثى كافق لعبة الأنثى كباب مينيته أو شم أو خبرك اسمي ليس مسند إليه وخبرك شيء مسند يرى والذكر إشارة إلى ما سبق ذكره كناية وشيء ذكر لنا آياتي وليس الذكر كالأنثى إشارة بو شتيك كبيشتر باسكراوا بلا منك صراحة بل كوبا كناية لكوا أفرم في قوله تعالى ربي إني نظرت لك ما في بطني ما في بطني محررة هذه بلي بزامتون أو مايا وشي ذكرش أقلية توا أفرم فإن اللفظ ما وإن كان يعم الذكور والإناثة سرتا وشي ما اسم موصول ومن وما وألت ساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طي قد شهر ومن وما وألت ساوي ما ذكر باسي موضوعي مفرد ومثنى وجمع ومذكر ومؤنث وان يعني شيء كان مساوي بو هرشي بكاري ني بكاري بين كابي با ما بو مذكر بو مؤنث بكار دي انا والله بكار دي لكن التحرير دي قسم عند عقل غير عقلية قسم كمان اسلام مذكر ومؤنث قسم كمان العقل غير عقلية قسم كمان لو ايه بو مذكر بو مؤنث بكار دي بلا بكار دي بلا مثلا شو نيوالي بكين مثلا زياتر إشارة بيبولاي مذكرة كانك مؤنسك قال لكن التحرير وهو أن يعتق الولد لخدمة بيت المقدس ليقراني منالو دستي هل قرتن وآزاد كردني بو أو كخزمت كاري مالي إخوابي بيت المقدس بي أو إنما كان للذكور دون الإناث قماني تيانيك أو بو نيرين زياتر دستدا نكبو مينا بو شكباسك باسي خزمت كاري مزگودو مالی خواه دی خدمت کاری مزگودو مالی خواه به مینه نسپیله نیرینا همو کاتی بر دامات اون لنا مزگود تابه مینه همو کاتی اوی پیناکی نیرینا هر با طبیعتی رجز کشی بی خمتره اگر تنیاش بیل جگیه که بس مینه اونه بی خم نیه اگر تنیا بیل جگیه بوی حتی لشریعتی خو من عباسیه علی افراد نبی بتنیا سفر نه بس باسي سفري بيونية بتنيا عيكا يا نايكا كيف كويت أو إيكا لباسي أفرتا باسي هي نوا رونا ملايكا بلو والله بلو والله شكو هل إيشا كيش ديارة بو إناشي التشبيه نبي بباسكا لمنطقي الفاتيكان هي لعالم مرجعي جماعتي كاثوليكا كاني مسيحي كانا أو منطقة بحسابي خويا هالنيري نيت يعني بحسابي خويا هالنيري نا بحسابي خويا بحسابي يدري خويا شان شنا يعني مثل حتى جنز نطاقتي يعني أو فرتي كان كخويا بيان خوشو ده يشتر عشان بخويا اللي عبايات نسا الشاي يعني زنجير ودوكالي قلنا دس يعني ديانو الرونو صليبيا كان مليان وطاوترو بو چو که ایتر او کسا که خزمتکاری مالی خواهی بحساب یا بکلی بردوه اما نیاری نه با او کارش نیه نه با او کار نش
دي ملاجئن وهو مرسل إليه الحمد لله الحمد لله لأن ريمان كله باسكي خمان الحمد لله لأن معرف بالفلام عهدو اشتكش مرسل إليه والله هم قرن ويتو بزاني ليرا دو معرف بلام عهد خير دو دان يكي كان معرف بلام عهد كسبق ذكره كناية نمنيكم دوام يعني معرف بلام عهد سبق ذكره صراحة وهل وهادون من هي أو كيك كان مسندي معرف بلام عهد يكي كان مسند إليه معرف بلام عهد تمام أمل أجن قابل ليس الذكر كالأنثى أنثاك مسندي معرف بلام عهد كسبق ذكره صراحة الذكر مسند إليه معرف بلام عهد كسبق ذكره كناية تمام يعني شو معنى لغوي؟ معنى سلاحي لغوي. نعم كناية سلاحي كنا يعني ما وشيك بس كراه ومعنى أي شيء لخو قرتوه. صراحة. صراحة نيوتا. أما دو خال خوي أساسي أهل بريتي لما تنالي أهيتو يعني لقيتو يعني أدركتو سكوانية معنى أهيتو يوابونك لي دي أو معنى راسقيني أهد ملاك بلام وقد يستغنى عن ذكره رنجة جاري واهي بيشم من إشم أصلا بباس كردني معرفة ألف لا مكشنية بيشتر لا صراحة ولا كناية يستغنى عن ذكره آخر شون يستغنى عن ذكره اشتغم معهودة تو أبي بلي بيجي يشتوم أدركته لقيته كشي يسالي ولا من إيشم بوني باسي شيكم أي باشا أقر إيش بوني باسي كي يترك كي أدركته يا كي لقيته إتو أقر باسي نكي شوني بيجي ملاجيان إيش الله بلو والله جاري ويا رنغ إيشم بوني بباسي كم بو الحمد لله لتقدم علم المخاطب به تو خو تقسبو خود ناقي قسبو كسي برام بلك دي أم كسي برام بلا أزاني مدخولي أو ألف لا متشية يعني كأنما يسا لقاء إدراكك هر هي الحمد لله بوتك كسي مخاطب علمي بباسك هي أزاني أم مدخولي ألف لا متشية مثلا بدياري كراوي تشية معينة بلا معينة بلا يوا معرفة بلا معرفة معهودة بلا معهودة وقشي مثلا علي خرج الأمير يسا ألف لا متشية تسر أمير بلى كواب يشتر باسي أمير قال ولا ني أي باشا أقرنيا والفلامة شو تسريتشيا خطو قرأت تبيشي الفلامة عهدة أي عهد نابي بيشتر صراحة يا كناية باس كرابي قال بلى ولا على العموم وايا بس هني جار ما دام مخاطبك علمي فيها بينا ولا في يسناك بيشتر باسي كدبي أدي يسبوشي كواع مخاطب علمي فيها قال كاك إذا لم يكن في البلد إلا أمير واحد متواجد بوشي وشي هل يغنفر حاكم ويدي توال يعني نيقرك بيجي ولا أو بيشتر باسي وشي أميرك بكي بصراحة ديابكنا أو جادو عيبلي ولا خرج الأمير بوشك بنتيجة ديلي ونيلي هل يك أمير معنية إما لم يك أمير هيتو يعني معهودة يعني كأنما تو أزاني شيء طابي أنباسي سيام لباسكا وقبلي باسيكي باسكي أصل نية لباسك أم خاليسي يم لباسك وقبلي باسكي أصلي نية شكو باسي أصلي لباسك بريتيا لشي بريتيا لباسي تقدمي ذكري مدخولي الفلامك تقدمي ذكر ليلة تقدمي ذكري تيايا نا والله تواو بوي أجبيني لنا ومتنك بس باسي ويتيا أفن للإشارة إلى معهود نمونك بوينت علي ليس الذكر كالأنثى دو معرفيك يا بألف لام يكي كان معرف بألف لام يك كيف يشتر سبق ذكره كناية يكي كتريان معرف بألف لام يك سبق ذكره صراحة يكتر أنباسي محالتي خماني كانية بوي أنباسي باسيكي وقبلي فرعية لباسكا هيا بس باسي أصلينية شكو معهودي بوا أبيك تقدم ذكره إتريا صراحة يا كناية كناية إتروا بيلين أضعف الإيمان بيلين أضعف الإيمان دي ملاجئ
أو للإشارة إلى نفس الحقيقة. يا رنجة أو الفلامة كأشيت السر أو مدخولي خويا بو إشارة بولا أصي حقيقتك، أصي حقيقتي مدخولك. أصي حقيقتي يعني شي، يعني أصي ماهيتك. علي أصي حقيقتي يعني ومفهومه المسمى من غير اعتبار لما صدقت عليه من الأفراد، يعني معناه كي معناه، أو ومفهومه المسمى تفسير نفس حقيقتك يا ملايا. تمام؟ شبه حقيقات يوا بيشر واتان خوندوا، علي حقيقات يعني ماهيتي متحقق لخارجه، أو معنى حقيقة يعني ماهيتي بشرط تحقق لخارجه، أو بيان حقيقة. بلام أمل يرى أو معنى ينية. إلى نفس الحقيقة يعني إلى نفس مفهوم المسمى. وشكك توبا سيكلو شي معناه هي أو معنى أعوى أعوى أو معنى حقيقة. أتبع إشارة كي ولا أصي معنى يوشك، هر معنى يوشك خوي شي أو بلي، يعني شي إشارة كي ولا أصي معناك يعني من غير اعتبار لما صدقت عليه من الأفراد، يعني بير لا أو النبي كوا أفراد كان تشين وتشينين يقدان زور قشتيان قشتيان لو بقري. أصي معنى مدخول ألف لامة كتشيا أم ألف لام كأتش تسالي قريكتي أو معناه توخكاتو، هل أو معناه خوي إتلا بس تحقق معناك لازمني أفراد أنا بقري لو خاله بقري. وكوشي مثلا كقولك الرجل خير من المرأة، إسا كابرا أم عبارة بكاري أن يبوتو عليك أكيان الرجل خير من المرأة قريكتي لي ربي بيجي بيجي والله هرچونك بي هر باسي بياواتي قولتر لباسي جنيد هر چونك بي أنا ميل واقع سيركا نمونيك مبيني توكو الرابعي عدبيو هزار نمونيك تريش مبيني توكو بياي بيكا ربلي والله السيد الرابعة لو عالم قشتي باشتر قمانيت يعني قمانيت يعني. بس من باسي ذكورت وباسي أنوثتك دائما باسي الذكورت باسي دي وزالكي إنسانيته بويا للزور باسي مثلا احكام الشرع شاك باسي هي سيرك الى هلك باسي نيرين يهبو باسي ديوكي وكو راقي ترى ديوكي زالترا لباسك مثلا زور بكمي باسي افرت توخل باسي شرع هر طبيعتك وهاي اخواي قولة ايتر اماني با قولة الخلق كردو او ايتر يعني بكر حكمتك انت يسأل يرتو علاقة بوهي أم معنى الرجولية لكياها لكيانية؟ لا والله لا والله هل أم وشت شي معناك يعني من أو ما مقصده لو بقري ما صدق كي زيدة عمرة بكرة كي همو يدي يمين لو أنا بقري معنى الرجل يعني شي أم ألف لامة شو تسروا معنى قري كتي أو معنى توخاته يعني معنى الرجولية خير من المرأة تمام الأجيان ها بوتشيا توصيف يعني شيء وكو أي الرجال وكو أي الرجال إيه أخذ توصيف يعني شيء إيه ألين توصيف بس توصيف يعني شيء مثلا يعني علاقة بمعنى كي وهي أنك ما صدق كاني آوا أي معناش عادة معناه يعني شتي وصفي أقل أبو يعتبر بلي قيناك أبو يعتبر بلي قيناك نو والله نو والله نو والله توم الأجيان شي هرواية يعني كذلك مثلا الرجل خير من المرأة بشكلك عام وليبيها بله على العموم أرى والله وكو معناي بياواتي معناي بياواتي لا ما صدقي بياو بقري معنى ما صدقك وكو معناي بياواتي بل بلام وقد يأتي المعرف بلام الحقيقة لواحد أم لام تازا هل بيالين لام حقيقة وكو جون لام كيف يشروط من لام عهد بس إثر عهدك جاروا يتقدم ذكره صراحة جاروا يتقدم ذكره كناية جاروا لم يتقدم ذكره لا صراحة ولا كناية بس معلومة لدى المخاطب طيب هل الفلام أهديبه بس يعني ليه ليش الفلام حقيقة
إما أكين بسيان دواتر سيم دانيش أنا كين بدوان إتربي بتشوار يا كم يانشيا أو يك ألف لام كا كأشياء دسر مدخولك يا خوي هر يك معناه مدخولك خوي بقلي معناك علاقة بو نبي صدقي بسر شيء فديك عادي يا نايا علاقة بو خاله ونبي معناك يعني شيء أقوى جاء من في قالن لامي حقيقة أعمى خوي فيش قالن لامي جنس ألف لامي جنس يعني أمر الرجل بل يا وكم خمان هم جاري علينا علين الحمد لله ألف لامك لامي جنس لامي جنس يعني شيء يعني معنى حمد يعني شيء أقوى أو إذا علاقة نبي ما صدقك شيء تشينية هم حمدك يا هم حمدك لا لو بقرية معنى حمد يعني شيء أقوى أو همي لله وتوام وسحق إخوائي في جيتر الحمد لله على كل حال بلام جاري واهية وقد يأتي المعرف بلام الحقيقة هم هر أم باسة معرف بلام حقيقة جاري واهية يأتي لواحد من الأفراد لبدي ومعنى حقتك خوي بقري قطع نظر لا تحقق لازم أفرادا أم جارنا حقيقتك أجري بس به شرط تحقق لازم فردك مثلا باعتبار أهديته في الذهن بو وايليكي إلا بلا ولا من أزانم بدياري كراوي لزينا مقصد بموشتشي أو معلومة أو فرد معلومة مثلا راستو الفلامك الفلامي حقيقته بلام حقيقتك متحقق لازم فردك آوه حقيقتك متحقق لظني فرديك شو أوفر ده معلومة وقد يأتي لواحد باعتبار أهديته في الذهن لمطابقة ذلك الواحد الحقيقته آخر شون يسمى مثلا لا مكباسي حقيقتي تيايا وكتشي تولو لو باسي فرد موكي قال ايكاك بوشي بو باسنكم اي فرد فرد حقيقتني يا ملاكيان اي فرد فرد حقيقتني يا ها اي شتيك اقر معنى اكي كل بو فرد ما صدقي هبو صدقنا يا بسر يا مطابقيا النية ناتواني حملي كي تسر اوا يسر رجولكي غير معين دشير معنى الرجولة تاجينا بيتوا بو اعتبارك هيك كل ما صدقاتي معنى رجوليات اما لا جان عادي يوم بس حقتك لكن اوجباتي تحققك وقد ياتي هر نفسي اولى ما حقيقته يعني وريا بس حقتك اللي بينش يا ليش بس حقتك هبي بس حقيقتك من حيث هي نيه وكل سنه تواب يوم متل حقيقته من حيث تحقق لازمني فديك مثلا هل باسي حقيقتك هي بس امجر باسي تحقق شيء لغايه دبريو فرده حقيقتك لخوك شلون لخوين عبد اي فردي او نيه ما صدق او نيه ما صدق يعني شيء يعني يصدق عليه امشتر اقيل وصدقوس يعني وكل رسال والسلام كبري الرجل داي بس في زيد بيه اگر مصري في زيد بيه مثلا يعني رجوليتي يا خويا حمطر باسي الرجوليتي تيايا بلام خوي فردي كذا افراد الرجل يعني يطلق المعرف بلام الحقيقة الذي هو موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن على فرد موجود من الحقيقة باعتبار كونه معهودا في الذهن وجزئيا من جزئيات تلك الحقيقة مطابقا إياها مقصدي شيا خطيب قزويني لم عبادته مقصدي أوي كبير جب إيمان جاري واهيا وشيك معرفة بلام حقيقة أم وشك معرفة بلام حقيقة خويل الراسية معناه إلى حقيقة شيا وشيك معرفة بلام حقيقة يعني شي يعني دان راو بو يك حقيقة يك دانا الحقيقة المتحدة يعني الحقيقة الواحدة يك حقيقة يك حقيقة يكشتا أم لاما كدان راوبو أما لذهنا سيري أكيتو يطلق على فرد بو أو حقيقة دان راو كتي سيري كي يسا إطلاقك دي بس فرديك فردك كيه أو فرد موجود من الحقيقة
موجودين من الحقيقة، يعني بعضيك لحقيقتك، يعني فرديك لأفراد حقيقتك، يكيك لما صدقات حقيقتك. بس بو إطلاقي أو معرف فلامي حقته إطلاقك لي بس الآن فردا على شن باعتبار كوني معهودا في ذيني وجزئيا من جزئيات تلك الحقيقة مطابقا إياها شن قوية. أما معلومتك لزينا أما معلومة أم فرد بخوشي جزئية كلا جزئياتك يعني أو معنى حقيقته والحمد لله مطابق شبوي ومطابق بوي. يعني جي يعني صدقي معنى حقيقة قد يبسر يا إيش كان صدقي كلنا يبسر جزئات صدقي مفهومنا يبسر ما صدقة إيش ما صدقة شون قوي. كما يطلق الكلي الطبيعي على جزئي من جزئياتي أمشتوا فيها غريب نبي زور طبيعية توسيرك كلي طبيعي هي وصدقي يبسر كلي طبيعي شيء ملاك بمناسبة معنا بس كلي طبيعي معنا كلي طبيعي شيء هل بقى لي ودس لوكين بتا ما يخو دي يلا تو تهزيب خوندو بيا قصية بكين السري او ملعب مالك توزير قرني ازاتر بيا بتنش خوندو اتي امامي تفتع زاني افرمي مفهوم الكلي يسمى كليا منطقيا ومعروضه طبيعيا ومعروضه طبيعيا والمجموع عقلي لا تعرفون دوا على كلي يعني أويك لمنطقة في علم كلي أو كلي لمنطقة بتشي علم كلي بتشي علم كلي لمنطقة أو مفهوميك عقل رجاء دا ومعني عني يا قاصد لي بس الكسيرين أو كلي منطقية أي كلي طبيعية هالشي ببيع بنموني أو قصة كلي طبيعية نموني هم بين روا إنسان تاني تر إنسان كتير بوه دي دي هل داخل يبلي مانع إسمه معروزة كات أدي أو معروزة أتاني في يبلي كلي بالكل أي كلي عقلي شيء هالبي كان الإنسان كلي بو مجموعة بو تركيبة بو تركيبة توصيفية مثلا بو تركيبة حملية تو تعين بلي كلي عقلي دي إسا كلي طبيعي أجر أفرادي محققي هبي لخارجة ناكري تو إطلاقي أو كلي بكي بس الفردكا ناكري أني حملي كلي بكي بس الفردكا زيد الإنسان النابي ها زيد حمار أو شارع وفي مامي دواني فرمي قديم لبين إنسان وحمارا تباين هبو بلام يسعو مخصوصي مطلقي دايما الأيام طبعا وذلك عند قيام قرينة على أن ليس القصد إلى نفس الحقيقة من حيث هي هي بس وريابا ما الأيام ألم خالا وريابا تولي لي علي ولا اشتكى معرفة بألف لام حقيقة باش معرف لي بألف لام حقيقة اكتبتو شون بكارياني بأنفرد اتنالي او الفلام حقيقتي بيالين يعني باسك باسي تيا باسي حقيقتي مدخولة كيت خوي خوي من علاقة افراد المفراد متيا يعني تواتي وابلي علي بس سيري او مفهومك مفهومي او مدخولي الفلام مفهومك اي تيا او ما بيابلي الرجل مفهومي الرجل تيا مفهومك او ما بيابلي معنى الرجولة اي باسك تواتي علي يسلم لا شو تي بيك ولا قيناك وقد يطلقه وقد يأتي يعني يطلق ها إمامي تفتازاني معنى عبارة غوالية فرمي يعني يطلق يعني أول شيء يأتي له عبارة مقصدي في يطلق أويك الفلام حقيقة شو تسري يستسري يكي بكاري يعني بو شي بو فرديك أي باش اشتك أقر بو الفلام حقيقة شو دي بكاري يعني بو فرد ملايك بكار ديه اي شيء تو بيشتري وتو تهر سيري مفهومك كم كتي يسا سيري الله يولا سيري مال صدقك اي ابي وا خوي نابي ببي بس ابي بوشي نابي ابي بس بي قرينتي ما دام قرينها بو ارا ولا بوشي نابي تو اسال بكاني يعني بون رجولي شجاع خلقنا لي دروكي بوش بي قرينه هي اللي ليش قيتي كا معرفه بلامي حقيقه بلامتو ليه قريبا مقصدي بي فرد بي شي يعني بس شي عند قيام قرينتين أو خلال بالنجي وذلك
يعني بكار هناني أو معرفة الفلامي حقيقة بكاري بيني بو فردك معين باعتبار أحديته في ذهني أأوى عند قيام قرينة على أن ليس القصد إلى نفس الحقيقة من حيث هي هي أبي اللي رتو قرينيك هبي بزاني بأشكرا مقصد بأم الفلام جنسة الفلام جنسة كنية توسيري حقيقتك ناكي وكو خوي حركو حقيقتك مفهوم سيري ناكي وكو حقيقة يا سيري أكي كتتحققي كذبه لزمني فرقك آوا أدي عند قيام قرينة على أن ليس القصد إلى نفس الحقيقة من حيث هي هي أي شيء الله والله بل من حيث الوجود تواو بلهم يسيما لباسي وجود دو باس ماني ملاج أتو يبلي أن حقيقة موجودة أخر موجودة لكيوا لكيوا موجودة الله والله أما يبلي موجودة لزمني فرديك بعضيك لما صدق كاني خوي خلقي كتير الله والله من حزك أم هر أو الفلاني حقيقة أم جارب بكاري بينم بس وكو حقيقتنا بلكو بشرط وجود آخر كاك بشرط وجود شوان وكو أي كيما بكار ماني أنا على النو والله من حزك أم جارب بكاري بينم بشرط وجود لازمني التواوي أفراد كاني أعوى كوابي هر الفلاني حقيقة بيولي الفلاني جنس هر الفلاني حقيقة أي هني لازمني فردك معينة لما صدق كاني مدخولك بكاري يدي هر الفلاني حقيقة لازمني توابي أفراد عم جارب بكاري يعني. جاء أوي جوري يا كميان بيلا الفلاني جنس يا الفلاني حقيقة أم أي جوري دو ميان كخوان مان يسا بيلا الفلاني حقيقة بلام الفلاني أهدي ذيني أم أي بيلا أهدي ذيني لير بو تبقى حقيقة كخوينية بل كفردك معينة باعتبار أهديته في الذهن أهديته في الذهن أي أقل لو شتي بردي مقصد حقيقتك هو ولا بشرط تحقق لزمني توالي أفرادا أو كثنا وكيش يقولون في يومي استغراق تواو بويا أفرني بل من حيث الوجود يعني وجود لزمني فرديك ولا من حيث وجودها في ضمن جميع الأفراد أو شمعنا هي بس دعي دي نسل بل في بعضها باسي وجوده بل من حيث الوجود يعني من حيث الوجود لازمني فردي كما مثلا بعض الافراد نك من حيث الوجود لازمني تواوكا شو لازمني تواوكا دوات لي خلينا كباسي الفلام استغراق كقولك ادخل السوق باش امن منى اغنجي ام بهني نوبو ام باسي خمانة ناتواني تولى مسلولي ليه بقريه مسلولي ليه بقريه ما مسلولي ليه ناكين أكلي بياني نوبو باسي أم الفلامي حقيقة أي كي يجي أو باسي سوق الفلامي عهدي بيشونية أو إيكوا لم يتقدم ذكره لا صراحة ولا كناية بس هو معلوم عند المخاطب كي يليها ركو باسي أميرة كانية أما لجيان ها قابتو بو إيكي باسي نموني باسي الفلامي حقيقة أي شلي ورياب برا حيث لا عهد بأم خالما لبير نجي حيث لا عهد شوف كابو بباسي عهد يتلا تواشيو أم باسي أشي تدر أم باسي الفلامي حقيقة باسي الفلامي عهد نية باسي الفلامي عهد كمان تواوكر لسي خالا باس ما كر يا تقدم الذكر مدخولك صراحة يا كناية يا لم يتقدم بلكو معلومة عند المخاطبي دي أسا أدخل السوقا كي علي ليش هالمعهودة كنية قال إنه والله نلي كي علي باء ونبي مردي خوابه باء وباس نبي شو ما أمانة يبلين شيء أمانة يبلين باسي الفلامي حقيقتك ده عادي أسباب باسي الفلامي حقيقتك عندي قابي النبي ليرى أم سوق معهود به نبي معلوم به ولا يكسي مخاطبه شو كابوبا معلوم يتر باسك لا باسي الفلامي حقيقتك درة شيء أشته وباسك يبيش يمش أمانة به أسباب باسي الفلامي حقيقتك الفلاني حقيقة معنى هيك كمقصد بمدخولك أي هالمفهومك أي خوي بيه علي بالي أي أكيد هالمقصد بمدخولك مفهومك أي بيه بلان بشرط تحقق لازمني فرديك علي بالي أي أما وكوشي علي وكو أعون من أدخل السوق الرجل خير من المرأة هالبعسي الرجولة بو بمطلقي من حيث هي
تواو بويا باسك الجواز وعلى قمان بباسي تحققي معنى الرجولة نبو لهيش كسيكا بس ام سوق مقصد من معنى سوق دوباره هلو كتول لي مقصد من معنى الرجولة نبو ليرشر مقصد من معنى سوق سوق او جيغي كباسكا نتياكري كرينو فرشنو ما ملوش نتياكري بس بلي بمن يسعى او سوق هر مقصد جنسي سوق اقل مقصد جنسي سوق انسان شيل جنسي سوق تشوك جنس شيك انسان خلق قابلنا ملايان اي شيء ابيد فردك بين افراد السوق يعني يكيك بين مصادقات السوق بس ايا او فرد معلومه بلاي مخاطبه و طبعا نبي معلوم بيه شكرا كمعلوم مو باسك هاشي توصل باسك اي بيشو يا مش معنى يبلين ان باسك باسك جوازة ان باسي الفلامي حقيقة باسي الفلامي عهد نية ملجة حيث لا عهد في الخارج لا عهد ومثله قوله تعالى اسم الله نرسي وتيني ادخل السوق باسي مستدو إليهن يا ديكاك جام وأخاف أي أكله الذئب أو مستدو إليه أو مستدو إليه يأكله الذئب ذئبك مستدو إليه يعني الحمد لله جاء ومثله يعني لباسي الفلامة كيا أنا أخوي لراسي أمن من واقعي باسك خمانة أمن ينباسي معرف بالفلامي جنسك دي او معرف بالفلامي جنس يعني حقيقة نك جنس حقيقة معرف بالفلامي حقيقة او نموني معرف مسند اليه معرف بالفلامي حقيقة او يا بس كان جوري حقيقة حقيقتي بشرط تحقق لازمني فرديك اعوى نك حقيقة مطلقة كبرتي ولا الفلامي جنسية كخوي او انا اما الفلامي ذهنية عادي الفلامي ذهني عادي ذهني ذهني بلا غير بلا الفلامي أهدي ذهني بلا غير نك أهدي ذهني نحوي تواو دي باشد يسمى ملاجيان وكما لعب ملكوتي دي أما لقلنا كلا فقش ايو لقلنا كلا فقش باسك باسي فرديك فردك كيايا ولا بعضها تزامي هيك هرشي بقنجي ببيا بفردي أم سوقاتو هرشي بقنجي ادخل السوق بتو بازارك يعني بشت بازارك كسنزان هرد بي بشت بازارك أو قربو لبرو هرد بي بشت بازارك اندازر هرد بي بوشكو أمرك جيبا جكرو تو خونا لبتو ناو جنسي بازار چكو بازار اگر جنس بي خو جنس شيخ إنسان خوي قابنايو ابي باسي فردي كي محقق كي تا إنسان بتواني مامالي لقلابك يا وأخاف أن يأكله الذئب والله من ترسم معناه جورج معناه أو معناه يوسف أخوة دي أو معناه كإنسان أخوة أي أخوة أي شيء أخوة فرد أو معناه أي أخوة بس كاتك كتحقق كان لازمني فرديك تواو قلنا شيء قرأك بيشي والله أخاف أن يأكله الذئب يعني هرشي جورجي عالمه يكشي كي بربي شو كي كوا بيتوا هاتي جورجي عالم تا بربونا أو كابلا بيخو نابي نهر نابي وهذا في المعنى كالنكرة أما راسي لري معنى و بخوانا يجب النكرة بس تقريبا كالنكرة تباشا أقر لمعنى وكو نكرة ويا خوتم يشتي يمول لسرتا وحر آخني بأنباسة الفلامي التعريف الفلامي التعريف الفلامي التعريف هل سرته واو تباب جان مسند اليه اكرم معرف يبقى الفلامي التعريف يسوى تباسك باسي الفلامي تعريفه كشي لو لا اخرات يكيت والله ما هلكون كي رواي ابي بل ابي بل ام وان كان في اللفظ يجري عليه احكام المعارف تقول معنى كيف غير ملاجيا اجيناتو الفلامي تعريف ايانا قال برا والله دي هرشي ما مالي أكيد لاسم لقال اسم معرفة أو شبك لقال ما تواو تقول معناه كيف قري ناجل النكرة ها بأو خالب لين يا سجاكاري أكيد لبيني أمو نكرة فرقان شيا بس توزي زيادة النكرة ونزيكة تا بشكل معرفة بروالا شو قال فلامي لسرة بس لروي معناه وزرت النكرة ونزيكة وكوت من عالمي جنس لروي أو كعلم لعلم شخص نزيكا لو لا شو سير كده معنى عموميتي في كاية أنا والله أيش رأواي معرفة بالفلان بلي معرفة شو كالفلان ما كده سرة
بس لخود وسيرك أي عمومية كي تاعي وكونا كثيرة اسمك غير معين. بلان يجري عليه أحكام المعارف، أحكام المعارف أقول شيء ملايين، قال مثلا من وقوعه مبتدأ يعني من وقوعه ذا حال، من وقوعه وصفا للمعرفة من وقوعه موصوفا بالمعرفة ونحو ذلك، هرشي أحكام معارف اترى بيبا اسمي كان بيبا اسمي إن بيبا هوش تاني كخندو تاني حيث لا عهد في الخارجين دي هل لم يتقدم الحملة لم يتقدم كما دم باسي عهدك يكر يعني حتما باسي تقدمك هرنية بس باسي عهدك الرنقها بالرنقة كاك بايوش نبي شكو كأيوش بو هردو بلا شكو سر باسي الفلامي عهدي شكو ما الفلامي عهدي بس يجور ديت بيش بومان يا تقدم ذكره صراحة يا كناية يا معهودة دي يساء أمي إما لين كاك با معهود نبي يعني شي يعني أول تقدمي ذكرك هرتيانية بس أي معهودة يعني ألينا ولا بقى وش نبي شكو كأو أبو أشيته وبلا أو بقى ما باسي كي تربية لباسي الفلامي حقا تعباسي أكي رونا يا باشا بس لي انا نابي لي باسي اللي تقدم علم المخاطب به او اي نابي تيابي اي هو خارج كره وين يا الحمله خارج كره وفي حيث لا عهده اين التقدم او هل تقدمه كعهدك نبو عهدك كي باسي هي كاتك باسي تقدمنا مني كاتك باسي تقدم نبوتو اتواني باسي عهد كي بلي اتواني اي لم جيك اتواني باسي رنا ولا باسي مكة انا اتواني بس باسي مكة شوكا كباسي كر باسي اقوري من درك من باسي تربو كم يستو اي قوري يبي تقول باسي كي بيشو رونا يعني با باسي عهد لم جيك عن نبي شوكا كباسي عهد بو يتر اوتوماتيكي باسي كي يكزار اقوري اي باتو سر الفلامي عهدي بس من نم درك هذه يا باسي الفلامي عهدي وبوكم اما باسي الفلامي حقيقتي وبوكم بلان بي علم عهدي ذهني هل او نبزانا بي علم عهدي ذهني دي الله دي وإنما قال كالنكرة فرموي وهذا في المعنى كالنكرة هذه بلي بزام لكيو كالنكرة يا بو نكرة نية أصلا هل بلي نكرة إثر كالنكرة يعني شي أفنو وإنما قال كالنكرة لما بينهما من تفاوت ما چونك هر چون يكبه أتواني بجوريك لجوركان جياوازي ببينيتا ولم نيواندا لم نيواندا يعني شي يعني لنيوان أم جورا وشاك معرفة بأم الفلامة لقل نكرة نكرة لبرامبر ودانية أمشا دانية لبرامبري أو هسكي بجوريك لجوركان أتواني ليكيان جياكيتوا ما دم تواني لي كان جاكي توا لروي معناه وها انا اخو لفظي نكره الفلاين بيونيا بس الشكليه ناكن بس معناه كده وهذا في المعنى كنكره في المعنى لروي معناه وامل نكره شيء اجينا لروي الشكل اما الفلاني بيونيا بس بقول يا بزانم لروي معناه شو فرق انت يا ملايان قال بره والله تفاوتي كي ما هي ادي بقول بزام تفاوتك شيء افنه وهو ان النكره معناه بعض غير معين من جملة الحقيقة بلام وهذا معناه نفس الحقيقة كاتي كتو معني وشيكي نكراء كي مقصد تهر باسي فردك بكي بس فردك معينة نو والله هرون اي كاتي كباسي اعم معرفة الفلامة كي اتو يبليتي اتو يباسي معنى حقيقي كبكي مفهومك خويتيها او جادوا ترقسب الى سر وك اما فما متحققه لازم يفرق اوا عفرقك يعني شيء لباس نكره لا يفدك واشي حال اشي قسل سفر دكاكي بس ليرا باسي حقيقتك اكي او جاباس تحققك لازم يفرق جواز يعني هي يعني اما لجان وهذا معناه نفس الحقيقه بلام وانما تستفاد البعضيه من القرينه عادي بلي بزام قرينة كتشي ملاكي أفنان شو قرينة كتشي كالدخول والأكل فيما مر والله قرينة كم أغوية ليه رباسي
نمونه یکم باسی دخولی تیاب دی دخول انسان اتوانی خوی بگا بناو معنا ادخل السوق يعني خوب كبناي معناي سوقا انسان خوي بناو معنا شو نقا ملاج يعني ادخل فيه ما صدق سوق اهوا بچو ناو بازار ناو بازار ايتر بو هر بازار رك چي كيف قوت ميمو خوي كي بناي بازار يا اخاف اي اكله الذئب ولا من اترسم معناي قرق معنا كي اتنالي الذئب او معناي حقيقتي قرق مصدر ولا من أترسم أو معنى أم يوسف أبقوا دي أو معنى إنسان أخوا هم الأجيان إتو مجبوري يسا معنى حقيقتك إليا نقري خوي أساسا الفلاني حقيقته بس شو مجبوري أو إليا نقري شو كان ناقنجي معنى كان ناقنجي لو يعني. الرجل خير من المرأة يقنجي بس ليلا أو الفلان هر الفلاني حقيقته بو أو معنى ناقنجي شي ليبقين إيه مجبوري لا يدين ملاجيا نغنجانك ابي بقرينه بو وكمنش معنى الراسقين غير لي نقرم معنى الراسقين الفلان حقيقه شيء او هيك هر معنى مدخولك شيء او بقيني هل بوجوري لي بدي توا السوق يعني شيء يعني معنى بازار بازار دي استو علي بك ابر علي بتشونا وسوق يعني بتشونا او معنى نغنجكك اخاف اي اكله الذئب الذئب يعني معنى جرجيتي جرجبون أترسم معناه يقربون أو من على بخوا دي معناه شو الإنسان أخوا رونا أو معناه بشرط تحقق لزمني فرق لأفرادك أنا خوي على ولا معناه زيب لأن أو فرق متحقق بيمن أترسم أو فرد أم زيد بخوا أم يوسف بخوا يا رملاجيان وإنما تستفاد البعضية من القرينة كالدخول والأكل فيما مر بنتيجة فالمجرد وذو اللام بالنظر إلى القرينة سواء أويك ألف لامي بيوان يوتو بيالي نكيرا أويك ألف لامي بيوان يما يسبيالي معهود ذيني أعمى بالنظر إلى القرينة سواء أقر باسي قرينة قال لنا وابيه والله يفرقني فرقني بوش بهذه كان عموميتي كانت جاية باشي كاكتو علي أدخل السوق يا علي جاءني الرجل رجل كيه زيد بها الرجل نيا عمر بها الرجل نيا بكر بها الرجل نيا يالي كردوك كيه نخير أي أدخل السوق يعني كدوا سوقك كيو يا بس عهدناك ها شكو بس عهدناك يا موت من حيث لا عهد لو خالب قر بس ما ازانم كل صاص بازار يك باسكا بس كان بازار لا والله او اي كلام ني قرك امرك يجي بجيكم امرك تشيا خوم كم بناو بازاريكا اترو كوبيا مودي بناو خو بازاركي كسنزانا اكي بناو بازاركي قربوا اكي بناو بازاركي اندازيرانا اكي ميمويتو او امر جيب جيك كاتيا قرينة هبو معناي نكيرو معناي ام معرف بألف لاما بنتيجة هاريك هار عموميتي كانت يايا هار باسي فرديكي غير معينة بس قيل الراسية اقر بواقعي بير كينوا فرقي جوهري شاهية فرقي جوهري كتشيا لنكي راف رولة فردك خويتي لأم معرف بألف لاما رولة معناكيا او جاباسي تحقق غير زني فرديكي غير معينة يا رسول جاب نوا أما لا نسي بلام وبالنظر إلى أنفسه ما مختلفة بخوا بعشرة جا أجر سيري خويا عن بكاي جواز لي جوازي بس معنا كان كينها في أي شاك بنهم بالتان تقلنا شيء باسي لفظ ناكين شو هو معرف الفلام أو نكيري بس بالنظر ولا معنى حتى أصلي معنى كان شان يكتر جواز بو شنكا وتو معنا لكون وتو معنا ليرا رول أصلي معناك يا دعيدا عبزي باسي فردك يا كي بس لنا كرا هل أساسه وتو رول فردك يا هل أساسه باشا دي الله دي جا وهذا في المعنى في المعنى كالنكرة كابي بلفظ شيا
معرفة كما لم بلفظ معرفة بو يجري عليه أحكام المعارف تواوا بلام ولي كونه في المعنى كالنكرة قيشيك قد يعامل معاملة النكرة قد دبي قد يعامل مثلا أجتو ما مالين كيري لقلاب كيشوني ليكي مثلا ألي مثلا ويصف بالجملة أو يكيك لا ما مالك لنك اسمها يا معرفة بقى أم جورة ألف لامو كشي تنسيرك أي وصف بوين توصفك الجملة إما لا جان وصف الجملة عادة بو اسمي نكريتو يما نما نتوى الجملة أقل واقع بو لدى اسمي معرفة أبي أبا حال مثلا وأقل لدى اسمي نكرة أبي أبا صفة يستوى شتيك معرفة بألف لام كشي سيرك يا الله بقى أم جملة صفات بي أبوي إكاك جملة شون أبي أبا صفة معرفة ألف لام أي شاء الله كاكا أو معرفة ألف لام معرفة ألف لام عندي كا وكونا كي رواي كما أنا مكونا كي رواي دليقري تو جملة ناكي بصفة دينا كي را دي بيك بصفة بو أيوش نابي ديارك ألي شي وكوشي ملاجم وكوشي أقر معرفة الفلامتي ألم جرمان هبي وجملة بي بصفات بوي قال ولا كقوله ولقد أمر على اللئيم يسبني ترى النقطة أنا بوي دانا ولا برو بلي أما بشي سرتاي شعرك أنا ما يدي قالين أم قولا قولي كسيك بي قالين أخوانا زانم شمري كري عمري حنفي بي قالين قالين لو كنت في ريمانا لست ببارحين أبدا وسد خصاصه بالطين لي في ذراه مآكل ومشارب جاءت إلي منيتي تبغيني ولقد مررت على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعني شاهدك خمان شيا لقد مررت يا لقد أمر على اللئيم يسبني ريكي من براسي تيا فرم بلا إنساني بقيمة ريكي إنسان كتيا فر وشي بوشوني كخوي جريكيتي ريكي لإنساني بقيمة إنساني بقيمة إشي شيا مواصفاتي أويكا ببيه جميعنا دابخل ببيه جميعنا إيش يسبني بلا من مضيت الثمة من تيابر من علاقة مشيها قلت لا يعنيني مقصدي مني شكرا يخوى إنسان خويناك بهاودة من إنساني بقيمة وكمام الشافعي فرموي يخاطبني السافيه بكل قبح من فأكره أن أكون له مجيبا إنساني قورة خوي بيا قورية يزيد سفاهة أزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة بلا إنساني بقيمة الرم قسال يو كيف خويت من أكو أو داري بخر عودة وما خلق أغري بيوني وتابع أوبوني خوش برده يعني أغري بيونان أزار دانا كشي أولا أزاري أدي أو خلاطي لك وكو داري بردار خلق بردي بيوني أو بري بيوني إبانية أو هني إنساني قوله سري برز ولقد أمر على اللئيم يسبوني أغر أو يسبوني لبيا صفات به حال نبي اتبع سكباتي قمان معرفة ألف لام عنها يا أرى والله أي أو يسبونيتي ولا وصفتيتي آخر شون اشتكى معرفة يو كشي جملة شبيبة صفت بوي أغلى كاكا آخر أم معرفة معرفيك أنت كيا ألف لاميكي لسرى خريك بيشم لناكي روزيات النزيكة على معرفة هل بشكل معرفة تو ما مالي معرفة لقلاقي أنا برويتر روي معنا سيركي هر عيني باسي نكيركي فوتو معنى لمعنى شو جوازيه كان هيا تفاوتيه كي ما من باس كروانا بو بلام هر چونك بي هر ابنو بيك هر بيتو يك باس يسأل لئيم لو يعني چي يعني انساني كي بي قيمت بس باسي بي قيمتية سرطا باسي بي قيمتية دوائي اچي باسي فردقي اكي چكي ما يقولين الفلامك الفلامي حقيقتا يعني ابي سرطا هر باسي بي قيمتي بكري انساني بي قيمت بكري بلام دوائي اچي
لازم يفديكي غير معينة أبيني تو مثلا آل بيع عمومية كدروس بي كما لو عمومية دروس بو تو أتواني ما مالينا كيري لغلابكي ما مالينا كيريش ليرشيا أو يكتو أو جملة بكي بصفة بوي نيكي بحال إيس أو يمكن ما نوصفة بوي تواوا ولكونه في المعنى كالنكرة قيشيكا قد يعامل معاملة النكرة جايك لما ملكاني نكرة بونشيا أويك ويوصف بالجملة وكأنمون بلام وقد يفيد الاستغراق جاري واهيا هر أم الفلاميك خمان باسيكين الفلامي حقيقة سيركي نا والله مفيد استغراق مفيد استغراق يعني شي يعني لبريه وحقيقتك خوي مراد به تواوي ما صدقي أو حقيقة مراد حقيقتك بشرط تحقق لظني تواوي ما صدقك يعني الله يعني أصلي معناك خوي مرادنية أصلك بس معناك مرادة بباسي تحقق باعتبار تحقق أو معنى لزمي تواوي أفرادك غني وكوشي وكو إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان أو الفلامة معنى إنسانية لواتوخة كاتوا شكو معنى إنسانية المقصدة بس كم إنسانية ها كاتيا كباس باسي أفراد به نكوكو معناك خوي معناك ككاتيا باس تيا باسي أفراد به يعني باسي تحقق أو معنى لزني أفراد بس كان فرد على التوالي كان فرد يشي لو سبقا حمو أفراد إنسانية حموي بلغو شي معناك أويا على والله إلا الذين آمن داي استثناء شون قوي الذين آمنوا ذات الملجأ الذين آمنوا أشخاصا ويا وانيا أكريت ولا معنى حقيقة إنسانية أما إستثناكي؟ أكريت؟ أو استثناء دروس أباسك باسي إستثناء الزاد بي ولا معنى إستثناء بكي؟ مستثناء منه كبعوابلهم معنى بي؟ باسك باسي إنسانية كشيت ولا ناو إنسانية باسي مسلمان كان نك باسي مسلمان بون مسلمان كان درياني إلا الذين آمنوا أو أبي أو استثناء؟ طبعاً نو والله شيء أبي أبيك إيش الباسي أفراد بكيو إيش أفراد اللي يدريني إيوانيا كابي إن الإنسان معنى إنسانية كاتي كباسي أكيل لنا وفردك عن إخويا أعوى أو بد بختيا إلا ما قر كسي أنا بيك إيماني لقى أخوي برد به يعني أو كسي إنسانية تيايا هل لازمني أو فرداني بيشوا متحققة بلان إيسا مواصفاتي كان هي بو يمنتو عنهم ببيع أو مواصفاتي إستثنائي كمو لو عندري بيانم رونا خوناتو عني بلي إن الإنسان لفي خسر يعني يك إنساني غير معين شكا غير يقدعنا بيه إلا الذين آمنوا شو إلا دركني ملايا كابيت المجال ما هو بو غير استغراق ها هل بي ويلك ديتوا شكا يمال باسي الفلامي حقيقة هل أو سيدر قامان بالرواك راوتوا أقل أصلي حقيقتك أبو من حيث هي أو أخوي يقرين الرجل خير من المرأة أقل باسي حقيقتك أبو لازمني فرقي غير معين أو أقرين أدخل السوق كاكا أكله يأكلها وتيشي أخاف أن يأكله الذئب أقرنا توعي أفراد أقرين دي إسا اللي رأى الحملة أبو توعي أفرادك أكون جاوة نبي أصي إسناك إلا معنى إنسانية معنى مفهوم إنسانية إدي نبي لو معنى أما ذات شو لو معنى دي ندر ملاقيا ذات لمعنى ناية تدر ذات لذات دي تدر أما أنا أفراد أبي الأفراد بي ندر نا أفراد بشرط مواصفات أكتو أقر مواصفات تايبتي عن نبي هم وين هلا إنسانية تاجي هم وتوا يما قرأك معنى بيش أم إنسان أنا إنساني كي على حدا شتي تايبت إيمان يعني هي كاكا بو يعني المدر حكمك عام مدو بس الانسان انسانيته بس كان انسانيتي متحقق لازمني توابي افراد اعوى وتوما ام انسانيته بدبختي بشو نويا هموي سي زي كسيري عمل كسيري بكر حركه سي بس انسانيتي تابع بس بدبختي شي لقلايه
بس الحمد لله إلا الذين آمنوا إذا أو إنسان ترقي بيك أو لو تشوي بربختي هنا ددر رونا أشير باللام إلى الحقيقة قرك يتي بيجي أم الفلاميش الفلامي حقيقة الحمد لله يعني شي يعني الفلامي عهد نية ملاجة إذا بقى اشتبه بريته ولا لا تعال ليرا على الفلامي عهد الفلامي حقيقة إذا أحدك سيبشو حقتك إيش جاري تأسى قيش وين بس يان أمس يعني شل درزي لها تواقين بدوان أو يتربي بشوارو أه أشير باللام إلى الحقيقة بلام لكن لم يقصد بها الماهية من حيث هي هي باب خوي ما باس إنسانية ناقين وكو خوي إنسانية چية تو تباسي بربختي لقلات إنسانية چية علاقي إنسانية لقل بربختي هاتي ملاجة دي چي علاقية جاني بيتو نابير أم إن الإنسان اللي في خسرين بدبختي على قيبة معنى إنسانية ونية على قيبة ما صدق أفراد إنسان وهي دي اللي يرتوى بيجا والله هم يمقصد خو أفريق لي فرد يكم لي مقصد أكريه ليو عم كتو وطل من ناتو عنهم حقيقة كي بقرم وكو خوي أتواني بلي يك فردي أشتواني بلي تعوي أفراد بس ليرا ناقنجي بلي يك فرد ملاقيان ليرا ناقنجي بوش بي استثنائي كيايا استثنائي كومالا نفر اللي يك نفر ناكري قطعنا زانن وانيا بوين علم او انسان بريتيا لفردك غير معين وكو باسي سوقك وكو باسي ذئبك خو اتوانم وايد يقدم بس ليرا ناقنجي خوزك استثنائك ما نوتاي اتر اوقات امانو برا والله مقصد بي فردك غير معين او بلام ليرا لم يقصد بها الماهية من حيث هي هروها ولا من حيث تحققها من في ضمن بعض الأفراد بو تقول لي استثنامان هي أي باش أقول تو أمدو معنى لي ناقري بل يبزان معنى ترشي هي لا تواتي ويباسي حقيقتها على برا والله اشتكي تر هي نا حقيقتك أخويتي نا حقيقتك إيش لازمني فدك غير معين أي شيء حقيقتك لازمني جميع أفراد أعوى مقصر دير بل في ضمن الجميع بل على بدليل صحة الاستثناء نكهر صحة وقوع شيء لو آياتا استثناءات ودات استثناءات وملج أخذ باش باسي استثناء على قيشي بمباسي موا تولي ولا نابي حقيقتي لي بقري نابي حقيقتك لازمني فدك غير معينة بقري بو شكو اللي يرى أكلي استثناء لي بقري دي باش بابكري استثناء لي بقري كي باسي استثناء جاتي لقل أمدو لي قدانا واحد أيش على هيتي ملاجيا استثناء الذي شرطه دخول المستثنى في المستثنى منه لو سكت عن ذكره يا سكت عن ذكره باسي استثناء مرجقي أمي إلا أبي باسي مستثنى لتواتي باسي مستثنى منه واجبية توا جتناك علاقيك لقليها به أجر علاقيك برياريش بك تودا بها نك علاقيك واقعي ستولي جاءني القوم إلا زيدا سواء علاقيك واقعية شو زيد خوي فردي كلا أفرادي أو قوم بس علي جاءني القوم إلا حمارا أو شيء كي أو توبر بريار دا وكفردي كلا وأنا أنا استثناء حمارا هم كسياسان أقصى غلطة بس غلطة أقصى استثناء مقطع غلطة بوشي راسة لبرو تو بريار داوة أو بريار تو أيدي أنا أقول واقع عوانية قوم يعني قوم وحمار يعني حمار بس يسنتو وايدا عنك أم حمار شب وببشق لمكوناته بيكي نري أصي قومك شو قومك هل بخويا ناين خويا انتيان خزمات كارتيرن حمار تيرن لولا أسوار يبن كرشتي تريشان بيايا أوح فاللام التي لتعريف العهد الذهني أو الاستغراق هي لام الحقيقة ملا جانسة ريك بروني لم جقاق سبكين لامي أهدي ذهني أرشان قوي من نايش ما نبرت أرونو وطمان شين وطمان وقال يأتي باعتبار أهديته في الذهني ناو ما نبر بلين بيالين لامي أهدي ذهني بس باب زاني يسأو لامي أهدي ذهني بودي أمي يسأيش وقد يفيد الاستغراق أمشا بيالين لامي استغراق مفهومك تو أتعني تسمية كانش ورقري باب شين ست تسمية كان ألي فاللام التي لتعريف العهد الذهني كأوي بيشوبو يا التي للاستغراق براسي هي لام الحقيقة
أمش هاد لامي حقيقتك يكم دانية بلام حملت على ما ذكرنا بحسب المقام والقرينة ولا إما مجبورين أوالي كي دينوا بو شكو أو جيغا وقرينة وأخوازي ليما أو جيغا يا قرينة وأخوازي ليما ادخل السوق ناتواني بلي حقيقة السوق يأكله الذئب ناتواني بلي حقيقة الذئب إن الإنسان لفي خسر ناتواني بلي حقيقة الإنسان تواوا لوي بيشوا ادخل السوق أتواني بلي همو سوقيك ملايين ملا نرسي أتواني كابي استغراق نية يأكله الذئب أتواني بلي همو قرقيك كابي استغراق شنية أي مجبوني تشيلي بكين هل وين أحد ذهنيك هل باسي حقيقتك يا بس يسمى الناوية قرم تكا قرينة هي نايلي وايلي بكم نايلي حقيقتك ليك دموا علي حقيقتك ليك دروا بس بشرطي تحقق لصنيني فدك غير معين ليرى لا استغراق قال بحر باسك باسي حقيقت بي بس وكو خوينا وكو تحقق لزمني التواوي أفرادا آوة دا إن الإنسان اللي في خسر أتوانم حقتك بقرم علي نخير بو شكو معنى إنسانية ذاتي خلقي إيمان داري لينا ينتدر بو نا قنجي أي أتواني بلا يفادك غير معين علي أرى ولا قنجي بس ليرنا قنجي لم نمونا ليرنا بي بو شكو إلا أبي هني بكي با استغراق يكيدو بو شكو استثناء يكيدو حتى اگر نمونا كيش أمان بي ما لم يصح الاستثناء منه تواو إلا هذا بي كل يكيدو تواو بو شكو اگر با فرد يكيدو تواو يك فرد بياني دعاية شون أتواني استثناء مجموعية لو فرد بكي فرد فردي سيستم مجموعة شلون فردك يا ملاجيا بويا مجبوري شيل يا بكي هل بقى الفلامي استغراق ليك دي توا كوابي الفلامي استغراق الفلامي عهدي ذهنيا ككبي يشر خوندو مانا ام دو انا هاد كان لا تشوف شي باسي لا مي حقيقتها باسي يعني اي بو معنى كان بجواز يا كديتو ملاجيا على اي تشيكم اي تشيك مقامك واخواز يا قرينه هي نايلي نايلي بقى لا مي حقيقه ديك دمو اجنا اجر راسي ابي اما ان شاء الله لا مي حقيقه بوشيلاني حقيقة أي شو كاكا لم يتقدم ذكري مدخولك صراحة لم يتقدم ذكري مدخولك كناية لم يعلم المخاطب بمدخولك أي وكاتشي أي وكاتشي إلو احتمال أنا زيادة هي إيه كمان أو أنا نبون مجبوري بيت سر حقتك أو جال حقيقتك هر حقتك خوي مقصدة ألينا والله بو الله شو كنا قنجي شريك أي بوشي أقنجي ألي مثلا لو نمني أنا ذئبك بو سوقك بو أهدي ذيني أقول شيء لم نمونا إنسانك إيش أبو استغراق أقول شيء أنا أم باسي استغراق أو باسي أهدى ذهنيك هل تشوف شيء باسي لامي حق تا باسي يعني هي أرى والله فرعي باسي لامي حقيقة لامي حقيقة سي باسي هي لامي جنس كبيوتي لامي حقيقة جدوبارة ولامي أهدي ذهني ولامي استغراق أدي أدي يعني أصل لباسك أويا وقت شون هو معنى أصل لباسي معهودية تعبيرية للتقدم ذكر أو تقدم ذكر مالي صريح إتر صريح يا كناية بلا مرنجة تقدم ذكر إيش نبيها معهود بيبو تكون مخاطبك معلومة للاي أو ليش أصل لباسك عبريتية لباسي حقيقتي معنى مدخولك حقيقتك دي آية هر حقتي ليجري ألي لهركي أقول جاء أرى والله لهركي أكشان أقول جانا والله أي كان أقول جيه شن احتمالية له هدو احتمالية يا فردك غير معين يا تواوي أفراد أجر فردي غير معين بو ناوي أنم الفلامي أهدي الذهني أجر تواوي أفرادك يشبو ناوي أنم الفلامي استغراقه برأي فاللام التي لتعريف العهد الذهني هو لخوب من بارزي أي الاستغراق هي لام الحقيقة حملت على ما ذكرنا بو أيشك بحسب المقام والقرينة ولهذا قلنا إن الضمير في قوله وقد يأتي وقد يفيد عائد إلى المعرف باللام المشار بها إلى الحقيقة ملايان وقد يأتي لواحد وقد يفيد الاستغراق وطبعا وقد يأتي أي المعرف بلام الحقيقة بوخوي خطيب زميلي بكار هناوا إمامي تفتازاني كردي باسمي ظاهر لبروبزاني زميلك تشيا لبروبزاني تشيا وقد يفيد هر زميلي بكار هناوا إمامي تفتازاني كردي باسمي ظاهر لبروبزاني زميلك تشيا فاعلي يأتي تشيا
علي هر أقوى مع الرفع الفلامي حقته هر أقوى هر أقوى أقوى قد يأتي لواحد يعني قد يطلق على واحد يطلق على يعني يستعمل بكارين اللي أبو يكفر وقد يفيد هر أو الفلامة هر أقوى مع الرفع الفلامي حقيقته يفيد الاستغراق تواو ولهذا قلنا إن الضمير في قوله وقد يأتي وقد يفيد عائد إلى المعرف باللام المشار بها إلى الحقيقة نقل لام عهد لام حقيقة باش ليرة باوت وزا بمين يقين خوت عندي فايدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين والحمد لله رب العالمين هو جاء بي إشكال يكا يوش توز إرادة أنا ما أبو يرى وسيلة سيد هو كي يوش إشكال لايمن يتكوش يوش أبو كي إشكال ما أبو إشكال أنا